صباحكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدينا الكرام. حلقة واسبوع جديد من خلال برنامج مونديال للعرب الخاص بتغطية مونديال كأس العالم الدوحة 2022. دائما نكون متواصلين وياكم بساعة ونص مع محللينا وكباتن داخل الاستديو، نتكلم فيه عن أبرز وآخر وأحدث المستجدات الكروية، تحديدا فيما يجري من مفاجآت كثيرة في كأس العالم الدوحة لغاية هذا اليوم. خلوني وياكم أرحب بضيوفي داخل الاستديو. نبتدي دائما من يمين ويسار الشاشة، كابتن سمير عبد الرؤوف، صبحك الله بالخير وحياك الله ويانا يا هلا، ومنور باللون الأزرق هذا السماوي. والله أنت اللي منور اليوم عزيز الله، خطفت الأضواء اليوم. لا والله يعني الواحد يروح من مكان لمكان. حبيب أبو تركي، صب عليك بالخير وعزام المشاهدين، وسعيد بوجودي مع كوكبة النجوم الرائعين، وسعيد بوجود السد العالي سليمان. يستاهل يستاهل كابتن سليمان، حياك الله ويانا. لا لا لازم منورنا. احييك وتركي، مسي عليك وعلى الكباتن الموجودين وعلى كابتن سمير بعد رد التحيه. يا هلا عنصريه العرباويه، عنصريه شلون قاعد يشتغلون يعني غير مباشر الموضوع. احنا عندنا حب شيء خاص، رجاء نسولف بلوتوث. من الجانب الاخر محمد سهيل، حياك الله ويانا في البرنامج. الله يحييك، صباح الخير على الساده المشاهدين، وصباح الخير عليك وباللوك الجديد، صباح الخير على الكباتن الموجودين. بس غشيتنا باللوك ترى العاده، لكن جاي مغتر ترى. انا ترى هذا لوك الصباح لو ادري طالع معك. حياك الله ويانا كابتن مبارك الحسيني، المره يمكن الاولى تجمعني في هذا البرنامج وياك، اتشرف الامانه ومنورنا في البرنامج. سلام مبارك، الله يشرف اكون وياكم ويا شباب، ومثل ما سمير رفع حق سمار رفع حق محمد وجودك اليوم صراحه. يا هلا وسهلا منورينا. البدايه اتوقع الكل يجزم على ان الحديث الاكبر والاكثر قاعد ياخذنا مع فخر العرب اسود اطلس، اللي للامانه كل حلقه قاعد نتكلم قاعد نقول لهذا الحد انتوا كفايه على اللي قاعد تعملونه للقاره الافريقيه وايضا كممثل للعرب، ولكن الاسود ما لهم اي حد، ما زالوا يصرون على احراج الكبار. بلاد المغرب العربي يتزين الى فجر الصباح من خلال المسيرات واللون الأحمر. المغرب إلى أين؟ وين ناوي عليه؟ خلينا نشوف هذا التقرير. دائما نقول اول منتخب عربي يصل الى دور النصف نهائي، او ربع النهائي، اول منتخب افريقي يصل الى دور النصف النهائي، اول المنتخب المغربي ما زال يعطي الكثير ويفاجئ الكثير. هناك من يقول هذه دعوات الوالدين، خصوصا باللقطه الاجمل اللي احنا تعودنا عليها من خلال المنتخب المغربي، بان بعد نهايه المباراه يذهبون دائما للأكثر دفئا للدعوة المستجابة، أمهاتهم زوجاتهم أهاليهم في هذا البيت الصغير، ليخبروهم بأن هذه الدعوة أصبحت مستجابة. يا رب وحدة عربية، يمكن أغنية ما حققت هذه الوحدة، يمكن مواقف كثيرة صارت عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ما حققت هذه الوحدة العربية. شوفوا ما أجمل رياضة كرة القدم، بأن المنتخب المغربي الآن نرى ونشاهد بأن الوحدة العربية دائما في هذه الشاشة قاعد تقول كلمة ودعاء واحد، يا رب المنتخب المغربي يصل ويصل إن شاء الله الأسبوع القادم. مثل ما هذا الأسبوع أنا قاعد أقول أول منتخب عربي ربع ونصف نهائي، ليش لا؟ ليش لا ما نقول أول منتخب عربي بطل نقط 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 بطل كأس العالم إن شاء الله. كابتن سمير، في ناس للحين مو مستوعبة بأن المغرب وصل للي وصل اليوم من ضمن أربع منتخبات في دور نصف نهائي كأس العالم. عدم الاستيعاب يعني ممكن قبل البطولة، بس بعد ما بلشت البطولة أنا أتوقع الاستغراب يكون خارج، مفروض خارج حسابات الناس. أولا اللي قدموه في المجموعة كان استثنائي. بداية الأمر أنت تلعب مع منتخبات وصيف كأس العالم النسخة السابقة، تلعب مع المصنف الثاني على مستوى
المنتخبات بلجيكا وايضا مع منتخب الكندي ما هو منتخب سهل، كان منتخب ايضا جيد يعني على مستوى المنافسه، كان مزعج على سبيل المثال. فتصدر مجموعه فيها هذه المنتخبات، اصبح الامر غير صدفه، الموضوع فيه شغل عدل، فيه ترتيبات، فيه انضباط، فيه عقليه محترفين، فيه لاعبين تم استخدامهم بشكل جيد داخل المباراه. يمكن المدرب وليد الاكراكي اخذهم في بعد وحيد خليلوفيتش، هذا المدرب اللي ترى كان مع منتخب الجزائري في 2014 وقدم نسخه استثنائيه منتخب الجزائر، وايضا صعد مع المنتخب الياباني وصعد مع منتخب ساحل العاج والمغرب، فهو له دور كبير المدرب، لكن يمكن الاجواء داخل المنتخب كانت فيها مشاحنات، وتم اضطر الاتحاد المغربي لاقاله هذا المدرب، وكان احد اسبابها يمكن واحد منهم ثلاث لاعبين منهم حكيم زياش، نعم. كان في عندهم مشاكل مع المدرب، فالاتحاد المغربي اخذ قرار باقالته، تخيل قبل الصعود لكاس العالم، فكان قرار جريء و يعني اسناد المهمه لمدرب محلي صح عنده خبره في التدريب ولكن ليس على مستوى المنتخبات، كان ايضا فيها جراه من الاتحاد المغربي، لكن المدرب فعلا قدر انه يولف توليفه اولا عقليا ممتاز، وهذه نقطه وايد مهمه للمنتخب. كابتن سليمان، الملخص والواضح من كابتن سمير يقول لك بان ترى الموضوع مو صدفه، الموضوع مدرس، الموضوع مجهز قاعد يطلع بهذه الصوره، بس هل توقعنا ليه هذا المستوى اللي قاعد يقدمه؟ لا شوف، كيتوقع ما حد متوقع للأمانة، اللي قبل النهائي كنا نتمنى ونطمح إنه دور الثمانية دور الستة عشر، لكن اللي صار الحين واقع، لكن لازم نمشي عليه، هذا في أمور تترتب عليه. هنشوف اللاعبين اللي قاعد يلعبون منتخب المغرب على أعلى المستوى، يعني قاعد نشوف لاعبين محترفين، يعني نتكلم عن أشرف حكيمي، على نور الدين مرابط، على ياسين بونو، على رومان سايس، ترى مو لاعبين عاديين، لاعبين نجوم وعناصر أساسية بفرقهم وأفضل فرق بالعالم. صح. ليش يكون احنا العمل ما يكون مرتب او عمل يعني على قولتهم مشتغلين عليه؟ انت تتكلم عن مدرب وليد الركراكي ايضا بطل دوري ابطال افريقيا، يعني مدرب بطل، يعني فعنده الدوافع انه يحقق الصعود مع منتخب المغرب. لا مو شيء كسر موضوع انه مدرب يجي بوقت ضيق وما مدى يجهز. اكيد انت تتكلم مدرب من نفس البلد، يعرف اللاعبين، عارف المشاكل، هذه اهم نقطه، هي عارف المشاكل بالفريق، كان الفريق مو متحد داخل غرفه الملابس، وايد امور صارت قبل كاس العالم 2018 وضحت للناس اصلا، لكن هذا اللي شفناه الحين مع المنتخب المغربي مو واضح، فهذا هو حلها، واللاعبين النجوم وقدم الاداء وفي توفيق بعد اكيد طبيعي. اكيد إيه؟ طبعا. كابتن مبارك، انا بتكلم بوجهه نظرك، منو صاحب الفضل الأكبر يعود لنتائج المنتخب المغربي حاليا؟ مدرب ما في رتال، مدرب. أنا أقول لك ليش، أنت اليوم لما تيب مثل ما قال كابتن سمير، لما تيب المدرب فترة صغيرة شلون قدر يتعامل مع اللاعبين الموجودين نجوم كلهم مثل ما قال كابتن سليمان، نجوم ومحترفين على أعلى مستوى، شلون قدر يشكل التوليفة، شلون خلى الفريق كامل يكون على مثل ما نقول احنا بالعامية على قلب واحد، شلون قدر يخلي اللاعب الاحتياط اللي ينزل، يعني اليوم احنا شفنا يمكن المغرب آخر مباراتين عندهم ثلاث إصابات، مزراوي ورومان سايس ونايف أكرد، حلو، شلون قدر يشكل فريق قوي قوي ذهنيا، قوي دفاعيا، فريق ترى يعني دكه الاحتياط وكانها هي اساسيه. لا، وقاعد نحس بالفرق. وبعطيك معلومه مهمه، الوليد استلم الفريق ب 31/8، يعني قبل كاس العالم تقريبا بشهرين وشوي، لعب ثلاث وديات ولعب خمس مباريات بكاس العالم، معلومه انا صدمت منها، داش عليهم جول واحد بالثمن مباريات، داش يعني مو صدفه، ولعب مباراه مع اول مباراه وديه مع تشيلي فاز عليهم 2-0، بعدين لعب مع الباراغواي 0-0، بعدين لعب مع جورجيا فاز 3-0، بكاس العالم اليوم شفنا ما داش عليه الا هدف واحد اللي سجله نايف أكرد مباراه كندا. فانت الفريق شكل الفريق الدفاعي يعني صعب، فريق يعني صعب انك تخلق عليه فرص، يمكن كل مباراه كنا نشوف فرصه واحده وفرصه نادره، يعني امس منتخب البرتغال اللي شفناه اللي فاز 7 اعتقد على سويسرا، صح، امس ما قدر، ما في الا كره واحده، كره بيبي اللي اخر الدقائق، ما في اي باص راسه، اللي باص راسه كلنا نبوس راسه نضيعها. فالعمل اللي قاعد يسويه الكابتن وليد مو شيء بسيط ولا يعني شيء يشكر عليه، وانا دائما اشوف ان اللاعب المدربين الصغار خصوصا لما يكون لاعب يعرف شلون يكون قريب من اللاعبين، يعرف شلون هو لما كان لاعب شنو يحتاج من الجهاز. بالمناسبه كان لاعب مع جيرو، ولاعب مع جيرو، شفنا الصوره، لاعب مع جيرو في درجه ثانيه، ما ايش اسم الفريق الفرنسي او شيء كذي، جيرو نفس الفريق اللي يلعب فيه بوفال،
فالطريقه اللي قاعد يلعب فيها المنتخب المغربي مو طريقه منتخب عربي قاعد يدافع وبس. انت شوفه لما ينضغطون شلون يطلعون من الضغط، شلون يوصلون للجول الخصم، شلون قاعد يسوون مساحات حق ويحاول يلعب على المرتدات. ترى في مرتد في لعبتين كانت المفروض يخلصها لاخر دقيقه هذه هذه يعني هي مو بس منتخب متعودين عليه العربي بس يحاول يحافظ. احنا مشكلتنا قاعد نطلع منه منتخب عربي ما نبي ديش عليهم جول، بس انت لو تطالع المباراه وتركز فيها تشوف المنتخب قاعد يقدم كره حلوه، قاعد يطلع من الضغط، قاعد الحاله الدفاعيه الثلاث لاعبين اللي بالنص يعني كلهم متميزين وقاعد يساعدون الدفاع، الباكات شلون قاعد يسكرون المساحه، مو قاعد يعطون احد مساحه، وين تشوف عرضيه خطره عليهم، وين تشوف لاعب يسدد عليهم، يعني بكل مباراه تشوف فرصه واحده. فهذا كله يحسب حق الكابتن وليد محمد. قبل شوي انا قلت النقط انت اللي رديت علي لما قلت ليش مو اسبوع الجاي نقول اول منتخب عربي. انا ممكن يعني في ناس وطموح، في ناس تقول لك اول منتخب عربي يصل الى نهائي، انت لا طموحك اعلى من كذي، ياخذ كاس العالم. ليش لا؟ خل اقول لك بلجيكا، اسبانيا، صح، البرتغال، صح، شنو الاصعب ممكن يكون قدام المنتخب المغربي؟ شوف هي مو مساله اصعب، هي مساله عقليه لاعبين شلون تتعامل معها. اليوم احنا نتكلم عن أحقية تواجد منتخب المغرب في دور الأربعة، في أحد عنده شك في هذا الكلام؟ لا. ما في أحد على يعني في كل خطوة المنتخب المغرب قاعد يمشي فيها في كأس العالم قاعد يأكد أن اللي حققه في السابق في المونديال خلال المونديال هو شيء مستحق، تواجده بين الأربعة الكبار هو شيء مستحق. الحين نتكلم حنا مثل ما قلت لك أنا عن عقلية لاعبين. بوفال ترى قبل كأس العالم قال حنا راح نوصل دور الثمانية وراح نحقق إنجاز تاريخي للكرة الأفريقية والكرة العربية، وفعلا هذا الكلام ما قال شيء يعني عشوائي صارت ما صارت، لا ما قال شيء عشوائي، قاله لأن عارف من اللاعبين الموجودين وعارف شنو العقلية اللي يمتلكونها. من حق منتخب المغرب اليوم يحلم حال منتخب أرجنتيني، من حق زياش وبوفال يحلموا بتحقيق كأس عالم حالهم حال ميسي ولوتارو مارتينيز وغيرهم من مودريتش ومبابي وغيرهم من اللاعبين. هذا اللي ما كان معقول، هذا حق لهم والله يا جماعة، هذا اللي ما كان. احنا فرحانين، بس تعرف اللي مدارين الفرحة لا احنا بالنهاية الفرحة بالنهاية وده يعني شوف الحين اللي شون عرفت هذه الدوسة التيربو الزيادة لحلك الدوسة والحين يعني صرنا احنا عربيا مو بس المغرب، لا والله يعني انا شفت لقاءات بعد المباراة قاعد يسولفون يقول لك الحين صار حلمنا طبعا من حقهم ناخذ كاس العالم. انا لما اشوف نفسي بالملعب قاعد افوز على اسبانيا وافضل من بلجيكا وافضل من كرواتيا وافضل من منتخب البرتغال، ليش ما اقدم؟ ليش ما ابادر مع منتخب المغربي في كاس العالم؟ احيانا احنا نقول على منتخب حصان الاسود مثلا، خلينا نرجع مثلا نقول اليونان في 2004 ترى كان سيستم واحد يلعب، سيستم واحد فقط في البطوله وكان يتوفق في كرات وخلاص يرجع على نفس السيستم. المنتخب المغربي لا، مباراة بلجيكا لها طريقة، مباراة اسبانيا تعامل معها بطريقة، مباراة البرتغال تعامل معها في طريقة، فالفريق عنده المرونة. وليد الركراك كان ذكي في التعامل في استخدام ادوات الفريق. نعم. يعني يعرف متى 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 يستخدم اني العب مثلا ضغط عالي، يعرف متى اوقف لا ضغط منخفض ضد اسبانيا مثلا انا ما اقدر اني اضغط عليهم واخذ منهم الكرة فاعطيهم الكرة واحاول اضيق عليهم المساحات. ضد البرتغال لا، الفريق يهجم عليك فيترك مساحات، انا عارف شلون اتعامل معها. ضيف على هذا الشيء فريق مبادر، منتخب المغرب فريق مبادر، ما ينتظر مثلا انه والله يمكن اصيد كره، لا هو يبادر انه بيسجل قبل يتسجل عليه. فهذه النقطه ترجع شخصيه اللاعبين وعقليه اللاعبين اللي تغيرت. احنا قبل كنا دائما نقول اداء مشرف، ما نبي احنا اداء مشرف خلاص. الحين منتخب المغرب شال الفكره هذه، ومن قبل مثل ما قلت لك انا بوفال حتى صرح انه لا احنا راح نوصل نحقق انجاز تاريخي. ليش قال كذي؟ عقليه اللاعبين تغيرت. اليوم احنا نتكلم 11 ضد 11 داخل الملعب، السعودية فاز على الأرجنتين، هذه كانت من ضمن المفاتيح اللي عطت الفرق المنتخبات العربية أن تقدم مستويات كبيرة ضد المنتخبات الثانية وأن تتجرع على المنتخبات الثانية. فاليوم من حق المنتخب المغربي أنه يحلم ويطمح أنه يحقق كأس العالم، صح، بنهاية 11 ضد 11 داخل الملعب. طيب. وأمر وارد. سالفة دعاء الوالدين هذه طبعا احنا كلنا يعني نتبارك بدعاء الوالدين ما نختلف، بس السالفة فيها شغل لازم عمل، صح. اليوم ببسطها لك بكرة القدم. اليوم كرة القدم أربع جوانب تكتيكية، هذه حصص تدريبية نشتغل عليها كل يوم. كرة معك شلون تتصرف، كرة مع الخصم شلون تتصرف، كرة انقطعت منهم شلون تتصرف، كرة انقطعت منك شلون تتصرف، هذه كرة القدم. أنا بس ترى لما أقصد دعاء الوالدين ترى هي صدق، لا أنا أقصد لا رد عشان الناس لا تفهمني غلط، لا مو أنت، لأن في ناس تقول لك بفضل دعاء الوالدين يعني كأنه بالحظ، لا 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 نهائيا لا، لا ما أتكلم على كلمة، أنا قصدي شلون أهم شوف شلون وين يروحون بعد نهاية المباراة. لا لا أبو تركي أنا أقصد مو أنت، إن أغلب الناس في بعض وايد محللين وايد ناس قاعد يقول لك إنه يعني مشت معه
اوكي ما يلعبون كره بشكل يعني وايد مثالي فتوفقوا. لا اسمع الحين سالفه التكتيكيه اللي اشتغلوا عليها اليوم. جوان تكتيكيه الاربعه باختصار عشان اطول عليك. في هيدر في كره القدم. هيدر يعني شنو؟ هو المقيم الاول اللي من خلاله انت تقول والله هذا الفريق اللي مثالي، الا هو الكره لما تكون معك انت شارك الصحيح وضغطك العالي ودفاع المتقدم، هذا الهيدر مال كره القدم. في جوانب تكتيكيه ثانيه يشتغل عليها المنتخب المغربي في هذا الهيدر. ممكن ما نعطيه علامه كامله 8 أو 6 أو 7 لما انا ما اقدر اضغط وما اقدر اكون منتشر بشكل مستمر. طيب انزل تحت الحين، روح على الجانب التكتيكي الثاني. الكره لما تكون مع الخصم دفاع دائما على طول في منتصف الملعب ويقابلك في الدائره، ما يلعب دفاع عميق عشان لا يصير عليه ضغط كبير على منطقه 18. قاعد يطبق هذا الشكل بشكل جيد ولا لا؟ ممتاز. اليوم تنازل زياش وبوفال ونصيري عن انهم لاعبين كبار في انديه كبيره وانهم ينزلون تاكلينج والتحامات وقوه بدنيه ويساعدون خط الوسط اللي كان فيه سليم وكان فيه مرابط وكان فيه اناحي لاعب المتميز، لما يرجعون يسوون بلوك سريع في منطقه الوسط يعزلون خطوط الوسط مارت المنتخبات العظيمه اللي لعبوا ضدها. هذا مو جانب تكتيكي اشتغل عليه المدرب قاعد يطبقونه صح. ممتاز. نروح على الجانب التكتيكي الثالث. الكره لما تصير مع الخصم انزين وضاغط عليك وتقطع الكره انت في مناطقك، قادر المنتخب المغربي يطلع ولا مو قادر؟ قادر يطلع. قاعد نشوف في سلاسه في الخروج، في مسانده من زياش، في مسانده من بوفال، ويطلع حكيم ويطلع مزراوي ويتحركون مرابط مع اوناحي قاعد يطلعون الكره بكل سلاسه الى المنطقه الاماميه. صح ما في زخم بس قاعد يطلعون. ممتاز. الجانب التكتيكي الرابع، الكره لما تكون معاهم مع المغرب يحاولون يصعدون يحاولون يصعدون ما راح اقول لك بزخم، وانقطعت منهم على طول في ارتداد عكسي وفي كثافه عدديه في المنطقه فيها الكره وفي تعطيل للهجمه. طب انا قاعد اطبق الثلاثه الثانيه صح، عندي مشكله في الهدر مو قاعد اقدمه بمثاليه. هل تحسب علي اني انا قاعد امشي بالبركه؟ لا، قاعد اشتغل صح، في شغل بالملعب. حلو، كلام فني ممتاز. يعني حتى يمكن في بعض الناس يغفلها هذا الموضوع، انت وضحت حق الناس هي مو شرط انا اهاجم، مو شرط بس زين انا بس في مشكله ثانيه. انت فنيا تشوف المنتخب المغربي في اصابات قاعده تزيد. صحيح. في هي مشكلتهم راح تصير في جوده التنفيذ الان. لكن كمنظومه دفاعيه الاصابات زادت. اي كمنظومه دفاعيه الفريق ما شفناه تاثر حتى مع التبديلات اللي صارت في مباراته مع البرتغال، كمنظومه ما قاعد تاثر، بس الان تختلف معك في جوده التنفيذ، وخاصه لما تكون الكرات اللي قاعد يصير حصل عليها جديرة. يعني جديرة واحد مو نفس يوسف نصيري انطرد خلاص عرفت. لا نقصد يعني اعطيك مثال على الجوده، مثال الجوده فقط. حكيم لما يطلع لما يديش مكان اللاعب ما راح يكون نفس الجوده، بوفال لما يطلع ما راح يكون نفس، وناحي ولا مرابط لما تدخل مكانهم احد كمنظومه راح يشتغل كسيستم، بس تعال في الجوده راح يتاثر الفريق. ممتاز. كابتن سليمان انا بتكلم كونك حارس مرمى وقاعد تشوف تميز حارس مرمى المنتخب المغربي بونو، كلمني عن هذا الحارس اللي للأمانة دوره كبير جدا خصوصا بمباراته الأخيرة، كان ضغط كبير من المنتخب البرتغالي، حاول كثر ما يقدر أنه يسجل ولكن كان لهم بالمرصاد، أتوقع شال أكثر من كرة كانت محققة. طبعا أكيد أنت تكلم ياسين بونو هو أفضل حارس بالليغا، جائزة زامورا قبل سنتين هو أفضل حارس كأس الاتحاد الأوروبي، فمو حارس عادي، حارس عالمي من أفضل حراس على مستوى العالم، لكن تأثيره كان كبير. أنت تتكلم عن مباراة إسبانيا، ضربات ترجيح، من أنت تتكلم أنت ناهي ضربات ترجيح 3-0، فهذا ثقة وثبات انفعالي وكل شيء تحطه بحارس المرمى صار بهالمباراة. ترى حلم من أحلام حارس المرمى أنه يخلص بلنتيات 3-0 أو 1-0 أو 2-0. صح. اللي سواه بكأس العالم تكلم عن ولا هدف، ما شاء الله تبارك الرحمن، إن شاء الله يكمل مباراة فرنسا. تكلم تصدي في كم تصدي، ترى يمكن في تصدي بمباراة كريستيانو، مباراة الأخيرة مباراة كريستيانو وكرة جواو فيليكس، اي فيليكس كانت رايحة اي، وفي تصدي المباراة الأولى ضد كرواتيا اللي يمكن هو المباراة الثانية ما لعبها، المباراة الأولى كانت الحسبة كلها تتغير. انت تتكلم على أول مباراة انتهت 0-0، لو داش هالجول ممكن البرتغال يطلع الثاني ويصير الطريق ثاني. فياسين بونو هو التأثير الأول. من أفضل لاعب بالمغرب بشكل عام بالنسبة لك؟ سفيان مرابط. مرابط. سفيان مرابط. طيب خلينا ناخذ اتصال أخونا عبد العزيز من قطر، حياك الله. الله يحييك، صبحكم الله بالخير ومنورين. نورك يا الغالي أخونا عبد العزيز، حياك الله. أنت أبو تركي والروال كلكم على راسي، لكن أنا سمير عبد الرؤوف محمد سهيل لهم غلا خاص عندي. الله يعزك. وأحب كل حلقة يكونوا متواجدين فيها لازم أشوف.
الله يعزك حبيبي، شهاده عز يا عبد العزيز. يستاهلون والله، يستاهلون يا اخوي عبد العزيز. اليوم انا ابي اسال الرواد عن منو افضل حارس في البطوله بالنسبه لهم، بس بدون عاطفه. بدون عاطفه افضل حارس مرمى. لازم عبد سليمان يجاوب. كل اربعه راح يجاوبون في سؤال ثاني. مو تقولون برونو عشان عربي، لا نبي هم يبين نقول برونو. لا ما قال بدون عاطفه. لا 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 تقول برونو كيف بس ما بس عبد العزيز. عبد العزيز انا بقول لك شيء، يعني حارس ما جول واحد بس، ف يعني حتى الجول بالغلط. ترى حتى حارس كرواتيا متالق والله صدق. طيب راح يجاوبونك الشباب، واكيد ما راح يجاوبونك من عاطفه مثل ما انت حطيت الملاحظه. علي حياك الله. الله يحيي اخوك عبد الله. صبحك الله بالخير. صبح عليك بمثله، تفضل يا الغالي. اول شيء امسي عليك على الشباب كلهم، وانا عندي بس اشاده واخوي محمد السهيل، انا برشلوني متعصب ومن عشاق الارجنتين. نعم بصراحه محمد السهيل يعني قاعد تغريداته قاعد اشوف بعيده عن التعصب، خصوصا في مدح ميسي احيانا. طبعا اللي يحب كره القدم بعد اللي حصل امس حق كريستيانو، سواء كان يعني تقول متعصب حق برشلونه، مسيره كريستيانو تنتهي كذي صراحه شيء يزعل جدا. تمام بس انا عندي بسال بعد سمير سؤال عندي. طبعا. بالنسبه حق ميسي اللي قاعد يغدم ميسي حاليا، يعني السكواد اللي معاه جدا ضعيف تقريبا، حتى ديماريا اللي هو ديماريا اللي كان شايل الجهه اليمين متعور، هل تشوف انت اذا وصل الارجنتين للنهائي اذا عدى كرواتيا راح يفرط في مباراة النهائي حتى لو كانت مع فرنسا، ولا بيطلعون كلهم على نقالة ولا ما يخلون الكاس هم شيء؟ هذا استفسار. شكرا يا اخوي عبد علي، شكرا لك. احمد حياك الله. صبحتكم الله بالخير. نصبح عليك بمثله، تفضل يا اخوي احمد. هلا بفضلك. اليوم بحقي وتعطوني وقتي الكافي، ممكن؟ الوقت عندك. سهيل مو موجود. سهيل. ابي مو موجود سهيل، اليوم موجود محمد. اليوم محمد تغدى فيه قبل تعيش فيه. محمد سهيل بيمشي على مسار منه سهيل الحويك. لا مو صحيح. محمد سهيل يقول انه هو محلل ويحترم، رجال يحترم. أيوة كلامه والله. يحترم والله والهانين عليه بصراحه. يتقبل مني. اي نعم محمد، انت قدمت كلام وانا الان ابي انتقدك وحق الانتقاد. انت صح. تقول ان ميسي اللي قدمه من المجموعات وضد استراليا ما راح يقدمه ضد هولندا. مو صحيح. والبرازيل. مو صحيح. خليك يكمل. لا كلامه غلط. مو صحيح. لا شلون كلامه غلط؟ خليك اللي قاله مو صحيح. انت عدل على كلامه. ابي اسالك انا سؤال يا محمد. يلا قول. وين البرازيل؟ البرازيل كيت وينه؟ كسرنا عينه. كيت يا اسمه كيت وين يا اخي كاس عالم؟ خلونا من هذا. الكلام الثاني يا طول العمر، المدرب فان خال يستحق ما اتاه من الاسطوره ليونيل ميسي. ميسي ترى مو لاعب صغير. ترى ما قاعد تكلم الفارس، ترى سنوات انت تنتقد ميسي. ترى شيء طبيعي ميسي اللي سواه حقه. انت مدرب كره قدم، انا لاعب كره قدم اسطوره، تقبل مني. طيب يا احمد. سهيل يرحم والديك، لا تغير بكلامك، الله يرحم. طيب. والديك. احمد يا اخوي، احمد طول بالك. باقي ثلاث اهداف من ميسي اذكركم، باقي ثلاث اهداف ها؟ اذكركم. ان شاء الله خير. شكرا يا احمد، عطيتك الوقت مثل ما انت تبي وزياده، وما خليت محمد يقاطعك، وهو لا حق الرد باريحيه بما انك تكلمت بجزئيه انه هو غلط وهو يقول انا ما غلط مو صحيح. حسن حياك الله. يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا. اول شيء امسي اصبح عليكم على الموجودين. طبعا المتصل اللي قبل لو تسال عن ميسي ضد السعوديه وضد بولندا طبعا يمكن تعطيه ريكورد يكتب نص سطر بس ما راح يكتب وايد. وعموما نحن نقول الف مبروك للارجنتين، وان شاء الله فالنا البطوله باذن الله ان شاء الله، وان شاء الله منتخب الارجنتين ككل منتخب كبير وعريق وقايل بروح رياضيه وصراحه بروح. بس مباراه هولندا انا يعني انا عندي شغله اخوي عبد الله. تفضل. يعني انا عندي رساله حق كل المحللين وكل كل العرب كلهم يجمعون على كلمه واحده. انا بالنسبه لي يعني مباراه السعوديه والارجنتين الناس كلهم انتقدوا المدافع اللاعب علي البليهي بسبب تصرفه مع ميسي، وقالوا ان هذا التصرف غير رياضي وانتقدوه، والمشكله العرب انتقدوه والمحللين العرب والجمهور العرب. امس اللي صار مع ميسي اللي سواه مع الكل قالوا ان هذه قياده وقرنتة. يعني انا بالنسبه لي اي واحد يقول ان تصرف انا بالنسبه لي ترى الموضوع مباح لميسي ومباح لعلي البليهي. هذا اللاعب لازم شوي ينرفز اللاعبين على اساس ياخذ المباراه. اللي يشوف ان علي البليهي غلط وان ميسي اللي سواه صح واثنينهم مرتكبين بنفس الطريقه يعني بنفس الشغل اللي سواها، انا اتمنى يروح يراجع الدكتور اللي يطلع بدرب الزلق. انا اتمنى لان التصرف واحد. حسن
أنا بنتقدك بشغلة إذا تسمح لي. راح حسن أنا ما أبي أقاطعك لأن أدري إذا قاطعتك بتقول قاطعتني لا أنا راح أرسى على بر ولا أنت. بس أنا ما أرضاها أو حتى البرنامج كأسرة ما نرضى إنك مثلا أول ما تعقب سواء كان أخوك ولا ميانة بينك وبينه. هذا قاعد أقولك حتى لو كنت بدوانية واحدة بس ما يصير تعقب على متصل سابق بكلامنا بهذه الطريقة الساخرة اللي أنت علقت فيها. ما قاطعتك وكنت أقدر أسوي طريقة المقاطعة بس أدري إن ما تقصد. أنا فاهم وأفهم طريقتكم بالحوار والردة الفعل هذه بس أنا هم بعد ما نرضى على أخونا أحمد الفضلي. شكرا. بعد في هزاع حياك يا هزاع. الله يحييك. السلام عليكم. سلام ورحمة سلام. الله وبركاته. يا هلا أخوي. يا مرحبا فيك أخوي عبد الله. رحب فيك ورحب في المحللين اللي عندك. يا حياك الله. طبعا كأس العالم في فرق طلعت للأسف. أنا كنت أشجعها وأنا مع اللعب المنتخبات الأوروبية. طبعا قلبنا مع المنتخب المغربي لأن منتخب عربي الله يوفقه إن شاء الله. بس أنا بسأل محللينك أخوي عبد الله عن اللاعب الفرنسي اللي هو أعتقد اسمه جيرو. إيه يلعب في أرسنال هو. كان. إيه صح. إيه والحين قاعد يلعب ميلان. الحين ميلان. يجمع مو طبيعي اللاعب هذا. نعم. أنا بسأل محللين هل لعبه بالنادي نفس لعبه بالمنتخب؟ لعبة مو طبيعي. أنا عاجبني اللاعب هذا من بدأ كأس العالم مبارياته ولاحظوا لعبة. نعم. ما شاء الله عليه. في يعني سؤال ثاني؟ لا سلامتك. شكرا. يسلم لي رأسك. شكرا أخي هزاع العنزي يعطيك الصحة والعافية. شكرا للمتصلين على ابداء رايهم ومشاركتهم من خلال البرنامج. قبل لا انتقل لنا يعني مجمل المتصلين قاعد يتكلمون عن مستوى ميسي ورد الشباب. عندي موضوع بعد الفاصل بس قبل الفاصل بس ابي اجابات مباشره بخصوص افضل حارس بدون اي مجامله. سليمان راح ابتدي وياك بصراحه. هو بين اثنين انا بوجهه نظري حارس كرواتيا ليفاكوفيتش ايوه وياسين بونو. كابتن سمير افضل حارس في البطوله اداء عطفا على المباريات اللي صارت وقوتها انا اعطي ياسين بونو. ياسين لان حتى الجول ترى بالغلط يعني المباريات اللي لعبت كل شيء اللي صار يعني ممكن. كابتن مبارك ياسين انا اروح حق ليفاكوفيتش لسببين. السبب الاول ان ياسين بونو لعب مباراه اقل. السبب الثاني ياسين بونو الى مباراه اسبانيا كانت عنده مشكله بالتواصل مع مدافعين ولاعبين منتخب المغرب. كان يطلع عرضيات يطلع كرات عاليه بدون لا يتواصل مع مدافعين وكان يخطئ فيها. فكانت عنده اخطاء فنيه اكثر من ليفاكوفيتش. هذا المعيار اللي نزل هذا بالنسبه النظره. برايك وردنا اياكم. استثنائي ولو حولك ملايين. ساحر وكل شي في حضرتك زين. باقي من عمر ورح تبقى بعد سنين. معروف ويحسونك انت استثنائي. ساحر باقي معروف ثابت وعالي لأنك لابس سرابيل. كان مسك من رقبته زين كان يقول له حاج عقالي صدقك شوف عميد الدوانية تحدي ببجي كلام طيب كلام طيب كلام طيب طول عمرك عميد اللي بجيبك مو لك. أنا طالب من اللحية تقولين تم تم ها
انت الحلو وانت وانت والله انك انت اللي حلو ورهم العميد شو يسوي بالبحر كل قلبي سكنته صدقني مو وياهم لكن قلبي وياهم فالك الناموس يا العميد متصدر الناموس بسألك عن البحر كيف العميد عاد العميد لعبته الحلوة والذهب هلا بالعميد اشكر عقرتوا فينا اشكر حسدوك على الرز طول عمرك رزة يا العميد نص كيلو قهوة تركية مع حبتين هيل إلا هني ما تقدر تصير العميد مو كل عميد العميد لا تحاول صعب عليك أسلوب حياتنا فعلا تغير وتغيرت وياه كل اهتماماتنا ولحماية أولادنا دائما نختار الأفضل ومن بين كل هالخيارات نختار لهم الأحسن وراحتهم وسعادتهم هي دائما هدفنا وندري أنك تحب تعب التجهيز وضغط الطلبات أما ضغط رسالة الفواتير تحبه وهو أسهل ما يكون وعارفين أن بالك طويل وأنت تصممين وتبدعين بس بالتحويل صبرت يوم هذا حده أما أنت فلما العالم فجأة وقف تعلمت درس وما ترددت بطلب المساعدة وفتحت باب جديد تعودت تعتمد على نفسك بأصعب الظروف ورغم كل الصعوبات أنت دائما جاهز حسابي يعرف اللي تحبه وتفضله ويعرف يسندك بأوقاتك الصعبة أنتوا تبنون الكويت بإبداعكم وحسابي سندكم ودائما معاكم يقول لك استاذ جابر بيهدمونه وبيبنون فيلا داخل خش فلوسك طقطق بيتكوين يجمع بالبيزات ومن هي المخطط اعطيك بالكورن ابو عبد الله وين ماخذ ارضه نقطه البلد انت برمى عليه بحال جبت لي هذا المدرسة؟ اي نعم طبعا طبعا صرخت البلوس صراخة شنو هالكشخة هذي؟ عارف انك مضيف بيفور تشيكن انت مو قلت لي يا حبيبي مو قلت لي ان الاراضي راح تجي ايه؟ اترجع والله ما في بش استحلفكم بالله ترى حرتتنا يعني أنا واحد من الناس ما أنقض أحط اليافتة هذه على بيت على ما يلي بيت أو أبني لي بيت طب يرضيك أقول عمي هذا أبو خرشد يستاهل ترشحك صاحبك محمد الصغير اسمعني تبي بيت أبو شيلك تبي تفك راسك يا ريت روح حق محمد الصغير وثق ما راح تغير قايل لك روح حق محمد صغير وثق ما راح تغير شلون والبرامج ولا الشوارع بالرباط والمغرب اذا احنا قاعد نعيش هذه الاجواء عسى الله يكملها ان شاء الله ليوم الاربعاء وتروح لغايه يوم الاحد عموما بما ان هذا المونديال من بدايته ومن انطلاقه الكره في مباراه الافتتاح وتغنت فيه اغنيه واصبح بعنوان هذا مونديال الحلم ان كان حلم عربي وأيضا هناك حلم لأبطال تواجدوا في هذا المونديال أيضا ميسي يعتبر هذا أو يعتبر هذا المونديال بالنسبة له حلم أنه يتوج ميسي بأخذ بطولة كأس العالم ونشوف هذه اللقطة اللي في ناس قراب مني حيل بالمسافة يتمنون يشوفون هذه اللقطة خاصة برفع ميسي كأس العالم اللي يشوفه بالنسبة له حلم لم يحققه إلى الآن خلينا نشوف يا بعض ونستذكر أهداف الأرجنتين في المونديالات
اول شيء ابي ابارك حق كابتن سمير وصول الارجنتين للدور قبل النهائي، مع ان انا والله قلت لك قبل شوي، قلت لك لو البرازيل فايز على كرواتيا يعني حق الارجنتين افضل من كرواتيا، خصوصا الكرواتي خرعون يعني. تضمن راح تضمن جرينتا بالمباراه يعني اذا في ارجنتين برازيل راح تضمن ان الارجنتين والبرازيل راح يقدمون مباراه كبيره، كل بيطلعون كل اللي عندهم يعني ما في خوف من الاداء. مباراة كرواتيا بالعكس انا اشوفها اصعب من مباراة البرازيل بالنسبه للارجنتين. صح يعني فيها تخوف تكتيكي، فيها امور مختلفه. بعدين مع البرازيل في اوبن جيم، في مجال لمساحات تخلق لواحد مثل ميسي، مثل دي ماريا، مثل جوليان الفارز، في مساحات. بس مع كرواتيا الامور وايد تكتيكيا صعبه. نتمنى، انا طبعا مشجع للمنتخب الارجنتيني، اتمنى يعني ناخذ لنا واحده عبقريه كذي مثل ما صارت قلبك يعني. محمد انت ايش قايل عن ميسي؟ ايش قايل عن ميسي؟ اول شيء الفضلي قاعد الرد كان انا كان اقول لك ايش قايل عن ميسي. ابيك الحلقه اللي طافت يعني بس انت اذا انت كلامك اللي انت قلته عن ميسي مثل ما قاله متصلنا لا زين اسمع خليني اقول لك خل احلل الان شنو انت تقصد. تقصد ان الارجنتين هو اللي على البركه؟ لا لا خليني اقول لك شنو النقاش اللي صار. النقاش كان بيني انا وسمير طبعا. وين هذا؟ بي هني هني موجود هني في الحلقه اللي طافت هني. انا شنو قلت؟ قلت اذا ميسي استمر على نفس المستوى اللي قدمه في المباريات السابقه قبل مباراه هولندا ما راح يسوي شيء ضد هولندا وضد البرازيل اذا صعد، ما راح يقدر يعطي يعني هذا المستوى، ما يقدر يصنع فيه الفارق ضد هولندا وضد البرازيل. السؤال الحين هل مستوى ميسي ضد هولندا كان نفس استراليا نفس بولندا نفس؟ ما كان كذي، يمكن استراليا شويه افضل، ما كان يعني نفس مستوى بالمجموعات ولا حتى يمكن ضد استراليا، كان افضل بكثير، كان افضل بكثير لدرجه ان الارقام لميسي في هذه المباراه ضعف الارقام في المباريات السابقه. تخيل لاي مستوى وصل. ضيف على هذا الشيء ان كل هجمه كانت الارجنتين كانت بقدم ميسي، يعني ما كانت تروح مكان ثاني، لا كانت تبدا من قدم ميسي وتنتهي من قدم ميسي. وضيف على هذا الشيء ان الارجنتين وصل لمرحله ان وين ميسي؟ بس انا ادور ميسي، انا ضد هولندا كلمك بس ضد هولندا ادور ميسي، العب الكره لميسي فقط. يعني في مباراه سابقه شوف لا دي باول ياخذها من اليمين لليسار. اي او لا اي او لا اي او لا الارجنتين كمنتخب منظومه استحق وصوله له؟ طبعا طبعا استحق عن جدارة انه يوصل لهذا المكان. يعني انت قاعد تتكلم ترى عن منتخب قاعد يعالج اخطاء اثناء كاس العالم. يعني خليني اعطيك مثال في كاس العالم في هذه البطوله ترى كل مبارياته ما لعبها برسم واحد، وكل مباراه كانت لها لاعبين معينين. مباراه السعوديه الفريق فشل فيها صح، بدأ ثلاث لاعبين اربعه ما كملوا البطوله معاه، باريدي ستاليفايكو باو غوميز ما كان دائما موجود، يعني حتى لوتارو مارتينيز مو موجود ما صار اساسي، الفارس صار مكانه. فسكالوني قاعد يغير او قاعد يعالج اخطائه اثناء البطوله، هذا شيء يحسب له. وضيف على هذا الشيء انه لا من المنتخب اللي ضدي شلون يلعب، انا اغير والعب على 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 يعني الطريقه اللي يلعب فيها الخصم وتفوق عليه. هذا مع هولندا مع بولندا مع استراليا قاعد اغير من الرسم مالي. بالاضافه لهذا الشيء اني قاعد تفوق. طيب فهذا يعني على موضوع ميسي انا اختلفت معاك في ذاك الحلقه واختلف معاك اليوم. لا ما ليش خلاص انت مو قلت رايك؟ لا لا تختلف لا تختلف ما لك قناقشك. انا اختلفت معاك الحلقه اللي طافت. شوف ترى في فرق بين ما له خلق يناقشك وما يبي يعني يكلم وياك بهالمناقشه. كيف لا 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 اسلحته ضعيفه انا اختلف معاك بس هو يروح على مالي خلق. انا اشوف ان ميسي في هذه النسخه افضل نسخه لميسي في كاس العالم. وجهه نظري هذه افضل نسخه على مستوى امور عديده جدا. اولها الراحه الذهنيه لميسي. ميسي قاعد يلعب كره قدم باستمتاع وقاعد يقاتل على الكره وقاعد يلعب رغم انه عمره 35 سنه. حط تحت 20 خط. انا انتقدت ميسي في 2014. انا واحد من الناس اللي انتقدت ميسي في 2014 وما زلت اقول انه في 2014 اضاع كاس العالم. يعني ميسي اضاع كاس العالم. سمير 2014. انا يعني كل اللي قاعد يقولون ميسي وميسي ما قدم كلهم غلط. هذه الحين إيه؟ ميسي ما قاعد يقدم؟ متى بيقدم؟ اذا ميسي الحين ما يقدم متى بيقدم؟ محمد قال محمد شنو كلامه منزل؟ كلامي واضح كلامي واضح يا جماعه افهموا عدل. لا انا فاهم انا كلامي بس خليني اكمل. انت قلت والله خليني اكمل وجهه نظري. انت قلت الحين اللي قدمه مع استراليا او بولندا او غيره ما يشفع له انه يكمل قبل هولندا، قبل لا تشوف هولندا بعينك. انا اقول لك لا، ما قدم مع بولندا وما قدم مع حتى مع المكسيك، ما قدم مع بولندا وما قدم مع استراليا وايد كان متميز ميسي على وايد امور مهمه جدا بالنسبه للمنتخب. شيء مو مستغرب. اول شيء
اول شيء الحركه والفاعليه ما كانت عادي، ما كانت بطيئه مثل ما قاعد يطلعون عليه الحين. انا قاعد اتمشى الريالي، الريالي يلعب مهاجم وهمي لحد ما في المباريات، وبالتالي ما في عنده مساحه تخلق الا في عمق الملعب. البحث عن هذه المساحه محتاج حركه معينه، مو باي وقت. الثلاثي خط الوسط لا يمتلكون ملكه اني اخذ اللاعب بظهري واروح في عمق الملعب العب بشكل طولي، مو نفس لاعبين وسط السابقين اللي كانوا يسوون هذه الامور. اليوم البحث فقط عن منطقه يتفرغ فيها ميسي عشان اقدر اوصل الكره. اليوم الاستلام والتسلم والالتحامات والاحتكاك حتى عقليا وكلامه مع اللاعبين وكلامه مع المدرب ومع الحكام تغير ميسي في هذه النسخه. طيب. انا اقول لك ميسي هذه النسخه وايد افضل، لان العبقريه اللي قاعد تطلع معاه من خلال التمرير ومن خلال الحركه ونقل الفريق افضل بكثير من وايد نسخ سابقه. كان في تنشن على ميسي، كان في ضغوطات اعلاميه وما كان يمكن قادر يتحملها. ممتاز. وفي النهايه بشر يعني. ممتاز. لكن هذه النسخه ميسي قاعد يقدم افضل عطاءات في كاس العالم. خلونا نتكلم الحين بس خلاص نكتفي. لا بس انا خلوا ما راح نروح محمد لان سمير وسعها ثلاث مرات وضحت. لا لان سمير وسعها على مونديالات كثيره، مستوى ميسي في كل مونديال. انا قاعد اتكلم في هذا المونديال. سؤالي واضح، هل مستوى ميسي ضد هولندا نفس باقي المباريات؟ هم بعد فتحت سؤال بس انا سؤالي طيب. واضح طيب بس. طيب انا الحين بتكلم اكثر مو بس عن ميسي ولا عن الارجنتين بشكل عام، خلونا نتكلم عن اخر مباراه سليمان اللي هي مباراه الارجنتين وهولندا. كلمني عن المباراه بشكل عام، كلمني عن اداء المنتخب الهولندي. يعني هم بعد انتم شفتوا سجل في اخر شعره من الثواني قبل نهايه المباراه ولكن راحت منه. ابي اتكلم عن المباراه مثل كان مباراه عشوائيه ما كانت يعني مستوى فني كبير. يمكن هولندا كان يلعب ما نقول ميدل بلوك لكن قاعد يلعب بلوك خلفي خلاص واضح يبي يحافظ، لكن حلها ميسي بالهدف الاول تمريره خياليه حلها شويه. المباراه صعبت على هولندا سجلوا الهدف الثاني، لكن اتكلم عن رده هولندا من بعض الاخطاء من لاعبين منتخب الارجنتين، اخطاء ذهنيه. يعني شوفوا التنشن اللي صار، ترى لغطه الحارس لو مارتينيز وغلطه باريدس اللي قاعد تصير التنرفز، طلعوا برا جو المباراه بعد ما سجلوا الهدف الاول هولندا. كانت واضحه بيسجلون هولندا، لكن الهدف اللي سجله المنتخب الهولندي هذا عليهم قلب للامانه. ما يصير مكرر مع اللاعب نفسه، نفسه فولسبورغ وبشكتاش تكرر مع اللاعب نفسه. الجول يا اخي في شيء غريب، تحس ان لاعبينهم صار فيهم بوز كذي وقفوا وهم بس مستعدين له. واضح الكره ميات حق فيرغوست هذا استلم كره صح، يعني هو ناطر الكره. طيب. لان هذا ما تفاجئ فيه، لو تفاجئ فيها ممكن الطول منه بس هو ناطر الكره. كابتن مبارك انا بتكلم عن فان دايك الواحد، يعني اكثر الناس يقول لك هو اللي يتحمل المسؤوليه الاكبر في الخساره. انت اليوم اي كابتن فريق يروح يسدد الكره الاولى هذا بتحمل المسؤوليه، فانت اليوم اذا بتحمله على البلنتي معناته وايد لاعبين عظماء ضيعوا بلنتيات نحملهم احنا الخساره. بس عندي ملاحظه انا ممكن عادي ما تدخل عندي ملاحظه. شكل فان دايك كان لما اخذ الكره وحطها يعني ستايل لاعب ابشوط وبخلص عادي، اذا ضاعت انا ترى مو اول واحد اضيع هذا. شلون حسيت يعني شوف ميسي لما اخذ الكره وراح حطها واحد مركز 100%. لا كمل وطش والله تركيز 100% ان انا ابقول لازم اقول كره فان دايك اخذها حطها على طول وشات. ايش رايك بالكلام فاهم شخصك؟ اول شيء بس خليني اقول اعطيك معلومه قولي. انا طمرت طمره مع لما ضيع فان دايك لاني كنت ابي الارجنتين، هذه اول نقطه. النقطه الثانيه الناس تكلموا عن نيمار انه ما شات بلنتي. الناس وايد قاعد يتكلمون عن لاعبين اللي هم يعني مثلا عندك انت رونالدو مثلا مع مدريد ما كان يشوت اول شيء، دائما في اللاعبين هذول اللي انا احتاجه احسن لاعب يشوت اول شيء. امس انجلترا فانت بس لا خليني اقول لك فان دايك من قبل البطوله قال اذا صار بلنتي انا راح اتحمل المسؤوليه وراح اخذ الكره واشوتها. فان دايك مو اللاعب اللي انا ما ادري انا ما شفته مع ليفربول لاعب تميز بلنتيات، شفته شات بلنتي واحد على تشيلسي. فانت اللاعب مو متمرس بس هو خذاها كانه كابتن الفريق لانه كابتن الفريق يبي يحطها. هو الناس تحمله هذا شيء ثاني، لانه ليش ما تنحسب حق حارس المرمى صراحه؟ لانه مارتينيز من الحراس يمكن سامان يدري الحراس متميزين حتى بكوبا امريكا اللي خذوها فاز بها الارجنتين مباراه كولومبيا صار ثلاث بلنتيات، فهذا الحارس متميز بالبلنتيات. بس هو متميز ترى بالبلنتيات حتى هو فان دايك لما كان بنادي سلتك الاسكتلندي كان يشوت بلنتي وكان يشوت فاولات، هو هم خلك من الحارس هو متميز بشوفه. حلو اليوم احنا عندنا ميسي، شلون ميسي بالبلنتيات؟ من اعظم اللاعبين اللي يشوتون بلنتيات صح ولا لا؟ ضيع بلنتي ضد بولندا بس غير ستايله صح.
صح والله غير ستايل شنو الشعار غير لا غير ستايله بالتنفيذ صح صح يعني شو اللي حصل ضد بولندا حطها وعلى طول حطها بالزاويه خلاص بالزاويه هذه وعلى طول احطها لكن بعدها شنو سوى غير ستايله صار عنده هدوء الى ان اشوف حركه حارس حط عكسيه بس محمد يا جماعه انا انت قاعد تكلم عن ميسي اي طيب بما انك قاعد تتكلم لا بالضبط ترى من داخل ما يمشي انا قاعد اكلمك في فرق يمكن في فرق لما اقول لك انا لاعب بحط البلنتي وبشوتها ضاعت وانا مو اول واحد اضيع تبي ميسي ياخذ البطوله إيه اتمنى ياخذها انا اتمنى البطوله تنصف اسالك تحت الهواء بشوي والله العظيم انا قايلها اصلا من قبل طيب خلينا نشوف يا بعض مقابله ميسي بعد نهايه مباراه الارجنتين وهولندا خلينا نشوف شنو قال ونتناقش بتصريحاته. قاعد تناقش ويا محللين بان هذيل اللاعبين مثل ميسي وكريستيانو ايش كثر يعانون من ضغط اعلامي نفسي بس محمد سهيل يقول لك عطني فلوسهم وعطني نفس الضغط ما عندي مشكله انت الفضلي طاح سوى فيه انتقاد الفضلي عطني الملايين ياخذونها 3 لتر ماي شارب الحين بس تاكدوا ان شاء الله عطني ملايين ياخذونها وعادي عيشني الضغط ما في مشكله طيب لا والعب شيء انا احبه يعني عادي ايش قايل انت عن يعني ميسي وان الاعلام متعاطف مع هذا اللاعب غير عن كريستيانو ايش قايل الموضوع مو بس ميسي ركز الموضوع ميسي وكريستيانو لما تكلم احنا انا ما بتكلم مثلا من قبل من اول ما طلعت المنافسه بينهم وهذا الدعم وهذا في محاربه وهذا لا بتكلم بس خلال المونديال كريستيانو كان غلط غلطه قبل المونديال انه حط نفسه تحت ضغط بعد مقابلته مع مورغان وهجوم على مانشستر يونايتد حط نفسه تحت ضغط ان انا لازم اظهر ان انا استحق ان اتواجد في اساسي في مانشستر يونايتد صح فصار التركيز على كريستيانو على اي تصرف صح صح ولا غلط الصح يحاولونه غلط احنا نعرف الاعلام مستعد يقنعك ان هذا مو سليمان عبد الغفور هذا سمير عبد الرؤوف يصور لك الشيء هذا صح مع كريستيانو هذا قوه اعلام معروف قوه اعلام مع كريستيانو رونالدو الاعلام تعامل بحده وبحده جافه مع كريستيانو رونالدو بعكس ميسي بمعنى ان التصرفات اللي سواها ميسي في مباراة واحدة بس اللي هي ضد هولندا من مشاحنات ومن هوشة مع فانجال والمشكلة اللي عملها مع لاعب هولندا داخل المنطقة الإعلامية ومحاولة استفزاز لعيبة هولندا خلي استفزاز أنا أقول داخل الملعب أمور مختلفة أنا كلمك عن اللي برا الملعب وبعد ما انتهت المباراة وراح هاجم فانجال وراح هاجم لاعب هولندا هذه الحركات لو مسويها كريستيانو رونالدو تعامل الإعلام مع هذا الموقف راح يكون مختلف اعطيك بعد نفس الفكره فمعناته بكلامك علشان نوضح كلامك انت اللي تقصده بان الاعلام متعاطف مع طبعا ميسي ميسي ميسي, ميسي الكل قاعد يدعمه انه يحقق كاس العالم كريستيانو الكل قاعد يحاربه مو على اساس انه يحقق كاس العالم ولا ما يحقق بس كل قاعد يحارب شخصيه كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو بعد مباراه المغرب وهو طالع من الممر نزل عليه واحد من الجماهير فصدم في كريستيانو رونالدو سحبوا الشرطه قالوا كريستيانو يدفع مشجع شوف الماشي كريستيانو يدفع ترى الامن الامن يا شاله بس الامن هو اللي سحبه كريستيانو ما سوى لك تقصد اي الحرب اوصل لك ان الاعلام كل بكيالين على موقف واحد اذا مثلا ميسي سوى هذا الموقف لا ميسي لا يلام ميسي قائد الفريق ميسي يحمي اللاعبين ميسي 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 كريستيانو يسوي نفس الموقف كريستيانو نرجسي كريستيانو شخصيه مكروهه كريستيانو فهذا اللي اقصد انا في التعامل مع الاعلام ما كان مصف مع كريستيانو رونالدو بالذات وضيف على هذا الشيء ان الاجواء المحيطه بكريستيانو رونالدو كانت تساعد الاعلام ان يهاجمون كريستيانو رونالدو تمام بعكس ميسي واضح بس احنا عشان بالنفرق بان هناك وسائل الاعلام وهناك وسائل التواصل الاجتماعي كل وسائل الاعلام وسائل الاعلام وسائل الاعلام نعم طيب كابتن مبارك محمد هو وجهه نظره يعني يقول لك انه قاعد يشوف وسائل الاعلام تهاجم كريستيانو ومتعاطفة مع ميسي انت شو تشوف انا اشوف نفس الشيء بس في سبب شنو السبب السبب على سبيل المثال ميسي لما طلع من برشلونة طلع بكل احترام وتقدير وطلع مقابلة قال انا كنت ابي اقعد و رونالدو يمكن باخر 6 شهور او اخر 3 شهور صارت له كذا مشكله مع مانشستر نعم وطلع بالمقابله واتجه هو للاعلام واتجه للاعلام إيه؟ وغلط على الاعلام مقابلته مع بيرس مورغان قال انتم دائما تطلعون انا بصوره مو زينه وانت وغلط على الاعلام زاد ان انت اي لاعب
الاعلام يبي ما يبي ماده، فرونالدو عطى ماده حق الاعلام، مباراه توتنهام بتصريحاته على المدرب، تصريحاته على مانشستر، حتى الطباخين والنادي تكلم عنه، ما خلى شيء ما تكلم عنه. صح. فعطى ماده، زاد انه هو غلط على الاعلام. فانت اليوم شلون تبي الاعلام يكون بصفك اذا انت ما تكون انت خل اقول يعني تخليهم بصفك؟ فرونالدو بس هو يقصد بالزمان قبل سالفه مانشستر. لا انا قاعد اقول لك لا لا انا اقصد انا اقصد بشكل عام، ركزوا بشكل عام. فانا ارد عليك على ميسي، ميسي ما مو راعي مشاكل، عكس رونالدو. رونالدو دائما تصير له مشاكل لان شخصيته قويه. انا ما اقول احنا بالنهايه لازم نعاملهم انهم يعني احنا قاعد نعاملهم شنو مكاين شنو كمبيوتر، ما تبي اللاعب يغلط. هذا انسان مثل ما قال محمد قبل شوي، ينحط تحت ضغط، تحت ضغط الانتقال، تحت ضغط النادي اللي قاعد يلعب فيه، تحت ضغط مشاكل، تحت ضغط اللاعبين اللي حواليه. فانت لازم تتعامل ان رونالدو الفتره الاخيره كان مضغوط. ترى على فكره اللقطه اللي قاعد يقول عنها محمد ان انا في الوهله الاولى كان عبالنا كريستيانو هو اللي دز هذا وايد. تدري شنو قلت بلحظتها؟ قلت يمكن هو من داخله راح يتحسف عليها، بس هو ترى ضغط يعني. لا هو طالع تخيل، هو ترى يعني مسوي شيء ما كنا. هو رونالدو بالفتره الاخيره وايد مضغوط. انت انتقلت حق مانشستر، ما اخذت وضعك الطبيعي، كان رد، كان يبي خلينا نقول يبي نهايه مسيره مشرفه. طيب. طلع مع تيهاك صارت له مشاكل مع المنتخب، قاعد احتياط، فهذه الامور تسبب ضغط على اللاعب. على طاري الزوايا الاعلاميه، وشلون تخلق لك ماده من لا شيء تشوفها بزاويه واحده وتنسى الزوايا الثانيه والناس تعلق تبي تشوف. هم بعد في الاعلام انتقد منتخب الارجنتين بفارق الفرحتين، كرواتيا يواسون البرازيل والارجنتين باسلوب ساخر فايزين. شوف انا ما راح ادافع عن الارجنتين، بس راح احط بس انتقدوا وايد الاعلام، انتقد تصرفاتهم بالفوز. انا ما راح ادافع، بس انا راح احط نفسي مكانهم، ويمكن سليمان عايش هذه الاجواء. مرات انت وانت قاعد يعني وانت قاعد يصير معاك بعض الاستفزازات من الخصم داخل الملعب على ممكن تصريحات قبلها بيوم، مثل ما سواها فنجان، قال لك ان احنا لعب انا لا يعجبني ميسي كمنظومه، قال مستواهم، وقال انهم يقولون عنه افضل لاعب، واحنا عرفنا شلون نوقفه في 2014 ولم يفعل، يعني كلام مستفز الى حد ما، وقلل يمكن شوي. هذه تصريحات ممكن كلها رد فعل مرات من اللاعب، يعني شنو تبي اللاعب يسوي؟ انه والله دائما يكون مثالي بالنسبه لك، يعني وانت اللي قاعد تنتقد، لو انحطيت في موقف صعب وانضغطت في اي موقف في حياتك الشخصيه بيكون رد فعلك يمكن أسوأ من اللي قاعد تشوفه من ميسي. فهو موضوع الانتقاد هذا اصبح يعني باب مفتوح للجميع، وكل واحد يطلع المثاليه. احنا اللي صار غلط، إيه أكيد صار غلط، ما نختلف إنه غلط، بس يصير ولا ما يصير في كرة القدم؟ يصير في كرة القدم. شنو الغلط؟ إنك أنت يعني تسوي حركات وما أدري شنو وتسوي استفزازات، هذا أدري إنه ممكن التصرف يعني غير مقبول، غير مقبول، بس يصير ولا ما يصير؟ لا يصير. أنا واحد من الناس. أنت تشوف. أنا واحد من الناس تصير معاي في الملعب إني يكون عندي ردة فعل على الخصم، وأطلع عقب المباراة أقول إيش حاجة سويت كذي. أنا. بس ردة الفعل هذا لحظي، يعني هذا لحظي وياي من استفزازات. انا اقول يا جماعه احس انه ما فيها شيء. لا لا مو سالفه، انت مو فاهمني. انا المقصد انه احنا كره قدم صح؟ لا لا تشوف فزت وخسرت يوم لك ويوم عليك، ان فزت لك فرحه بطريقه معينه، رد اعتبار. انا اقول لك تصير. خلينا ناخذ اتصال بس من الاردن، اخونا عايد. نعم حياك الله يا اخوي، يا هلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا عايد من الاردن حياك الله. اول شيء عاجبني النيو لوك الجديد. لا تخليني اثبت ترى ست خامات جديده. امسي عليك والمسي على الكباتي الموجودين. يا هلا وسهلا. باختصار عشان اخلص المكالمه بشغله مفيده، كابتن سمير تحدث بكلام جميل جدا فني وممتع عن المغرب، اللي هو باختصره انه هو مو صدفه اللي صار مع المغرب، وانا بحيي الكابتن سمير على هذا الفكر الراقي بطرحه لتفاصيل فنية عن المغرب. تسلم. شغلة ثانية على السريع، كابتن سليمان حارس مرمى الزعيم، أحييه كل تحية كبيرة كثير 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 لقيادة الزعيم على الانتصارات الأخيرة. تسلم. وبخصوص الكابتن محمد تحدث بخصوص الإعلام على كريستيانو والميسي. نعم. أنا باختصرها إن في إعلام حقيقي مثل ما تفضل الكابتن محمد، إن في إعلام موجه من مانشستر لين كأس العالم بقطر على كريستيانو، موجه من وين؟
أو كيف ما بعرف أنا، مثل ما تفضل الكابتن، هو حقيقة في إعلام موجه بأي شكل من الأشكال، هو أي شغلة يسويها كريستيانو يعملون عليها ضجة وهي بتكون عفوية منه. نعم. وأنا أشكركم على يعني تواصلكم واستقبالكم للتليفون. عزيز وغالي الشكر لك. أهم في شغلة على على السريع أخوي على السريع بس عشان تصلي بعد. في شغلة ثانية ما أدري يوافقني عليها للكابتن سمير ولا لا، اللي تميز بهذه البطولة ما في نجوم طلعوا جديد، لكن في مدربين يعني نجوم. واضح انهم مميزين جدا في هذه البطولة. نعم. مدربين اخوي عايد، انا اعطيك بس موضوع المدربين اللي انت قلته ان شاء الله راح نتكلم فيه في موضوع كبير باشر ان شاء الله بالحلقة، كأنك قاعد تقرا افكار المعدين. اخونا محمد حياك الله. يا هلا هلا والله، صبحكم الله بالخير. صبح عليك مثله. هلا اخوي محمد. تاريخ 5/12 الساعه 1:30 محمد سهيل قررت بالتالي، قال ان ميسي على المستوى هذا بعد مباراه استراليا بالذات اللي كان افضل اداء لميسي، قال ان البرازيل ما يطق ميسي ما يطق، ما قال اذا، قال لا قدام هولندا ولا البرازيل. للاسف البرازيل طلع، وكان تغريده يعني فيها تناقض يعني كثير، مره تلقاه يرفع ميسي لانه معلش يعني اللي قدمه ميسي لازم تمدحه سواء تحب رينالدو تحب ميسي. فانت قلت ميسي لم يقدم، ما هي الحلول؟ شنو الصناعه؟ شنو الاهداف اللي في البطوله؟ احنا ما نتكلم في البطوله هذه، واضح لا نقارن مع مستوى 18، نجي نقول كريستيانو ما قدم عمره 37 او 35 مع 2018، العمر له احكام. صح. لكن شنو حلول الارجنتين بدون ميسي؟ منو اللاعب الوحيد اللي في البطوله اهل فريقه غير ميسي؟ نعم. انا انسان اقرا واشوف، ما لي شغل بنجوميه لاعب. انت واضحه يا الخالدي، واضحه يا الخالدي، واضح نقطتك 100%. احمد الو، يعطيكم العافيه، صباحكم الله بالخير. حياك الله اخوي احمد، تفضل. اولا مبروك منتخب المغرب، انا شخصيا اتمنى فوز المغرب او كرواتيا. كرواتيا فريق يحترم لنا في مودريتش، وكل اللاعبين اللي فيه زينين، مو بس في مودريتش، هو كفكره كمنظومه كفنيات لعب هادي، يلعب على الراحه ويقول ويستانس ويمتعك. ما اتمنى الارجنتين يفوزون، مو بس عشان ميسي، للاسف الاعلام العالمي بس يبي الارجنتين يفوزون على اساس ميسي ونسوا اللي مع ميسي، مثل ما ان الاعلام يبي يفوز فرنسا على اساس مبابي او بنزيما ونسى اللاعبين اللي حوالينهم. وبنفس الوقت ما اتمنى الارجنتين يفوزون على اساس يكون البطل او احد اللي هو مارادونا مو ميسي، لكن اتمنى الكروات يفوزون. وانا شخصيا استانس لما البرازيل طاحوا، واستانس لما الالمان طاحوا والاسبان طاحوا. منو تشجع اشكناني؟ انا شوف، انا شخصيا اشجع الانديه مو مع المنتخبات، انا مع اللعبه زي كاس العالم. منو تشجع من بدايته؟ منو تشجع كنت من بدايته؟ انا كنت حاط احتماليه البرازيل او المانيا او الارجنتين. مو احتماليه الفوز، انت من تشجع؟ ما عندك؟ انا حاليا كرواتيا. كرواتيا حاليا، كرواتيا فريق يحترم. فريق هادي يلعب على البراد، يلعب عنده لاعبين ممكن يصيرون نجوم بعدين. يعني انت من بدايه البطوله، من بدايه البطوله، خليك من الوصول للحين، بدايه البطوله انت كنت تشجع كرواتيا؟ مع كرواتيا. طبعا. واتمنى كرواتيا ياخذونه من 2014، كنت اتمنى كرواتيا ياخذون البطوله. نعم، شكرا يا احمد اشكناني، بريك ورادي معاكم. طبعا كلنا عارفين بأن المنتخب الفرنسي هو مرشح من المرشحين في بداية البطولة نسبة للمعطيات، واليوم احنا قاعد نتكلم عن المنتخب الفرنسي واصل لدور قبل النهائي، وأيضا المنتخب الفرنسي هو حامل اللقب. ولكن أشاع في عالم كرة القدم خصوصا في بطولة كأس العالم بأن حامل اللقب يواجه عقدة حصل عليها مرة، بعد 4 سنوات مستحيل يحصل عليها لأن هي عقدة كأس العالم، ما في حامل لقب يكررها مرتين إلا في بدايات هذه البطولة. فهل المنتخب الفرنسي يكسر هذه العقدة بعد البرازيل آخر مرة سواها؟ خلينا نشوف التقرير. طيب
طيب من بعد هذا الروبرتاج الخاص لمنتخب فرنسا بين المبكي والمفرح في ايامها، خصوصا كل من يشجع في ايامها كابتن مبارك، احنا نستذكر يا بعض اخر مباراه صارت مع المنتخب الفرنسي، كان في تكافؤ بصراحه فرنسا وانجلترا، كان في تكافؤ نسبيا في هذه المباراه، ولكن نبي نتكلم عن فرنسا الحين، خصوصا اذا نتكلم عن الديوك. شنو قاعد تشوف من خلال نظرتك، وين رايحين فرنسا؟ والله ان شاء الله انه ما يوصل النهائي، بس هم يمكن انا اللي قاعد اشوف من الاربع فرق هم يمكن افضل فريق، خصوصا عندهم يمكن اربع لاعبين او خمس لاعبين اللي من اللي كانوا وياهم من البطوله اللي طافت، فريق ثقيل، فريق عنده عناصر شابه، فريق متمرس. يعني اليوم الدفاع تشوف عندهم مثلا باران، عندهم كانوا لاعبين على اعلى مستوى، مدافعين ثقال سواء بالارض بالهواء متمكنين، عندهم ثيو هرنانديز لاعب الميلان يعني من افضل الباكات اللي حاليا الموجودين بالعالم، عندهم جيرو يمكن البطوله طاف ما سجل، هالبطوله هذه الحين مسجله تقريبا اعتقد اربع اقوال او خمس اقوال، فعندهم حلول بكل مكان. يمكن امس شفنا والكر لقى وجود مبابي يمكن الا بكره واحده، لكن شفنا حلول التزيين برا المنطقه، عندهم جيرو سجل هدف، فاشوفهم فريق عنده حلول يقدر يسجل بانصاف الفرص، فاشوفهم هم الاقرب حق البطوله يعني الاقرب عن الارجنتين. الاقرب وامس اي الاقرب، وترى منتخب لحظه عشان نوضح بس اقرب افضل دفاع الدفاع افضل بالنص، خلينا نقول فرنسا والارجنتين، فرنسا افضل انا هذا رايي، فرنسا افضل يعني بدون العاطفه، خليك من اللي قاعد نقوله إيه؟ من الاربعه فرنسا يستحق كاس العالم. اي فرنسا ترى نفس البطوله اللي طافت ما كانوا ياخذونها، يمكن اغلب الناس يقولون ان فرنسا امس كانوا انجلترا كانوا افضل من فرنسا بافضل لغات، لكن فرنسا هو يعطيك مساحه، هو يخليك تلعب، هو اللي يخليك تدش ملعبه، لكن شو مسكر عليك اي حل يتسكر مسكرين عليك. فامس يعني بلنتي، وكان بلنتي يعني كان بزحمه، ويعني بلنتي سهل، بلنتي الثاني بلنتي ما له داعي، لكن الفريق يقدر يسجل باي طريقه، قلت لك يسجل من كورنر، يسجل من تسديد خارج 18، يسجل من مهاره مبابي، يسجل من عرضيه حق جيرو. فريق ثقيل، فريق عنده حلول وعنده دكه وعنده لاعبين مرسين، يعني يمكن هو اثقل فريق، زاد عنده مدرب من 2012 الحين، اليوم ديشام صار له 10 سنوات مع الفريق، وجدد له بعد وجدد، يستاهل الصراحه. يعني كل بطوله، يمكن بطوله اوروبا 2018 نهائي، بعدها حقق كاس العالم، كل بطوله طافت كان فيها اخفاق من يعني ما كان هذا متوقع، لكن بهالبطوله صراحه من اول يوم البطوله، اول ما تشوف البطوله تشوف المنتخب الفرنسي يمكن افضل فريق. طيب كابتن سليمان، ابيك تكلمني عن المنتخب الفرنسي، وابيك تعلق لي على موضوع مبارك بان المنتخب الفرنسي من الاربعه هو الذي يستحق كاس العالم. منتخب فرنسي من بدايه البطوله هو الاكثر اقناعا للامانه، كثره الحلول اللي عنده، من كثر التنوع باساليب اللعب، قاعد نشوفه مثلا يرجع، قاعد نشوفه يضغط عالي، الكرات الثابته مثل ما قال مبارك، وانا ايده. اكثر عمق تشكيله بين الاربعه هو فرنسا، تكلم عن ال11 الموجودين والبدلاء الموجودين بجميع المراكز، عند عند لاعب اللي عنده الشخصيه اللي يخلص لك اياها اللي هي مبابي، ومن افضل لاعبين البطوله، عند الخبره بالدفاع بحراسه المرمى بالهجوم، ممكن جيرو مو اللاعب يعني بالاعلام اللي سوبر. السوبر، لكن حاسم بهالبطوله، فعنده كل المقومات حق انه يكون بطل البطوله، وهو الافضل من بين الاربعه للامانه. ممتاز، على كلامنا راح نستمر مع المنتخب الفرنسي. خلينا نشوف هذا التقرير، تقرير عدي ولا مقابله الحارس بعد لوريس بعد المباراه. كابتن سمير، إذا بتكلم عن المنتخب الفرنسي، خل نرجع بالذاكرة شوي قبل. في البداية كنا للأمانة بمعطيات المنتخب الفرنسي كنا نقول منتخب قادر على الوصول والأقرب للوصول، لكن إصابة وراء إصابة، غيابات كثيرة حصلت مع المنتخب الفرنسي. إلى الآن المنتخب الفرنسي مع كثرة الإصابات والغيابات هو الأكثر واقعية في اللعب والحصول على المونديال. شوف، هو عنده شغلتين تميز فيهم في هذه النسخه. اول شيء النضج اللي صار على مستوى اللاعبين عقليا، لان التعامل مع بطوله انت قادم لها وانت حامل اللقب فيها في النسخه السابقه، اثر يعني اعطى ثقه للاعبين، في نضج للاعبين
بس بالاخص امبابي وديمبلي ولا رابيو غريزمان ايضا فاران يعني لاعبين سابقين كانوا يلعبون معك اساسا في كاس العالم، بالتالي النضج هذا يعطي ثقل في الملعب، هذا جانب. الجانب الثاني اليوم لهجه الفريق تغير 2018 انتقاد لاذع على ديشام يلعب دفاع منطقه وعندك هالعناصر وما تقدر تسوي الجوانب التكتيكيه اللي كلمتك عنها، الهيدر مال كره صح. القدم كان يتنازل عنه يلعب بجانب تكتيكية الثانية اللي احنا قاعد نمدح فيها المغرب، كان يشتغل عليها ديشام في 2018 حصل على كاس عالم من وراها، وبالتالي بعد ما حصل على كاس العالم الكل سكت ما تكلم لانه خلاص هذا نهج يحترم في كرة القدم. ديشام رغم الانتقادات وصل حق المطلوب صح، لكن اليوم في الفورمة مالت المنتخب الفرنسي على اعلى بكثير من 2018 على مستوى هذه الجوانب، المبادرة صارت موجودة، الاستحواذ موجود، الثقافة مالت عقلية اللاعب انه يلعب باستمتاع ما يكون مضغوط موجودة. لا تنسى ان المنتخب الفرنسي ايضا بطل، فبالتالي الضغوطات اقل صح. اليوم انت غير مطالب بانك تحصل كاس العالم ثانيه ورا بعض، لكن ما يمنع انك تحصل عليها، يعني هذه امور ايضا انت كداخل كلاعب داخل غرفه الملابس وبالتبديل وفي المباريات وهذا ما عندك هذا التنشن. انا جبت الشرف لديرتي ورفعت اسم بلدي في هذه البطوله، الان هذه البطوله قاعد احاول ان اوصل لابعد مدى وايضا اكمل هذا الشرف، اذا قدرت احصل عليها ليش لا. لكن شوف المنتخب الانجليزي تنشن متوترين مبين عليهم صح، لعبوا جيم متوازن 50-50 مع المنتخب الفرنسي، وكان في مباراه داخل مباراه في الملعب ما بين الاظهره والباكات والوينجات وما بين لاعبين خط الوسط، وفي تشابه حتى تكتيكي على مستوى الاسلوب، لكن في تنشن شويه المنتخب الانجليزي حس في توتر، والدليل ان بعض لاعبين خط الوسط ما كانوا ماخذين زمام مبادره مو قادرين يتحركون، في انضباطيه اكثر حاولون قاعد يفكرون اكثر في انه خايفين يدش عليهم جول كثر ما قاعد يفكرون بانه لا ابي العب وبستمتع، عكس غريزمان اللي قاعد يتحرك بين الخطوط ويروح ويجي، عكس جيرو اللي ماخذ حريه، عكس امبابي اللي قاعد يحاول. صح كلام مبارك كان في اغلاق على امبابي بس كان في مسانده على طول من رايس او من شو اسمه بلينغهام على الاطراف، مسانده سواء بيساند ووكر او بيساند لوكشو، ف كان في توتر شوي نسبي بسيط للمنتخب الانجليزي. اليوم المنتخب الفرنسي بعد وصول هذه المحطه اتوقع يعني الامور تصبح بالنسبه له اكثر يعني اريحيه، مو اريحيه اكثر ثقه، اليوم راح يتعامل بالخبره في هالمباراه القادمه مع المنتخب المغربي، لازم يستخدم خبرته امام المنتخب المغربي لانه راح ينصدم بفريق منظم تكتيكيا نعم. ودفاعيا نعم. محمد احنا واحد من المتصلين يمكن ما ناخذ الاجابه السؤال مباشره بس نفتح الحوار، قال ان لاحظتوا بان هذه البطوله هي ما حققت يعني نجوم جدد، حققت نجوم مدربين، لعبه مدربين. انا يمكن اتفق معاه بموضوع يعني اذا كان المدرب، انا على سؤال، اذا كان المدرب قاعد يعمل بمنظومه صحيحه وعارف مثل ما قال سمير بان عارف شنو المطلوب منه والنتيجه تحكم، فهو النجم هو المدرب. شوف انا يمكن اتفق معاه موضوع انه ما طلعت لنا نجوم كلاعبين، يمكن اللاعبين اللي برزوا هم لاعبين متوقع انهم راح يبرزون في 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 كاس العالم كمدربين، يمكن ما في. ذكرت لاعب تحت الهواء، لا قوله منو قلت؟ موسيالا. موسيالا موسيالا اي موسيالا يمكن من المواهب يعني اللي وضع فريقه ما ساعد انه يبرز، يمكن حتى الى الان مع خروج منتخب المانيا من المجموعه هو يملك اكثر عدد مراوغات في كاس العالم. تكلم على مستوى المدربين، يمكن هي البعض بنفس الوقت قاعد ينتقد انه ما في حضور فني في كاس العالم، اكثر من مدرب تكلم، حتى انشيلوتي تتكلم اكثر من مدرب تكلم انه ما في حضور فني. انا في وجهه نظري اللي حاصل في كاس العالم الحالي هو يحصل في كل بطوله، الرتم يصعد تدريجيا الى دور الثمانيه تبدا المنافسه، تبدا الحده، تبدا الرتم يرتفع مع المنتخبات، وهذا الشيء اللي احنا شفناه في مباريات دور الثمانيه مع دور الاربعه مع النهائي، كل بطوله كاس عالم كل بطوله حتى دوري ابطال اوروبا تبدا المنافسه من دور الثمانيه ان تكون المنافسين اقوياء او بنفس المستوى. على مستوى المدربين مثل ما قلت لك ما اشوف انا بوجهه نظري، يعني متوقع فرنسا وديشامب، متوقع الركراكي ممكن ما هو متوقع، نسيت مال الارجنتين سكالوني يعني اسماء متوقع انها توصل قبل النهائي، فما في مدرب اللي شيء اللي جاء وابتكر شيء جديد او طلع شيء جديد في كاس العالم، ما في هذا الشيء، ولكن كمستوى فني بين او كعناصر لاعبين
لا ما طلع اللاعب او حتى حراس مرمى. تو نتكلم انا وعبد الغفور، حتى حراس مرمى ما في اللاعب اللي برز في كاس العالم نفس كاس العالم السابقه. كلنا احنا يعني مع نهايه الحلقه اليوم كلنا مأكدين هذه المعلومه بان في هذه البطوله تحديدا في الدوحه نعم في مفاجآت ما كنا متوقعينها، ويمكن في بطولات كاس العالم هذا هو المعروف انه في مفاجآت، لكن مثل هذه المفاجآت شنو اقصد بالمفاجأة؟ دخول مباراة ما في هذا كعبة عالي على هذا، ما في والسبب من السعودية، من بلشت السعودية الشرارة الأولى كانت السعودية ما في منتخب كعبة عالي على هذا، وهذا هم يعطينا يعني هذا هم يعطي المنتخب المغربي هذا الشعور بأن أنت قدرت وما زلت مستمر وقادر على أنك أنت توصل وتحقق أحلام أصلاً ما كانت ممكن واحد يحلم فيها وهو نايم. فممكن يصير هذا شيء. شيء ثاني بأن فنياً صحيح ما شفنا ولا مباراة بمستوى عالي فني في البطولة. في أحد عنده خلاف على القائمة؟ لا، مباراة فرنسا وإنجلترا مباراة أعلى تكتيكياً. أعلى مباراة تكتيكياً الأفضل. إيه؟ يمكن دور واحد بس في البطولة اللي كان واضح، دور 16 واضح هذا منتخب ألمانيا وإسبانيا. يمكن بس نستثمر المغرب إسبانيا. يمكن احنا تكلمنا نيجو وانا قلت لك المغرب راح يفوز على إسبانيا. صح عاد صح صح. ولا لا؟ 16 كان واقعي. كان واقعي جدا. والمنتخبات اللي تأهلت واقع. أما باقي لا، كله في أحداث، كله في إثارة البطولة من المجموعات. فترة الإعداد أتوقع أنها وايد فرقت قبل بكأس العالم اللي طافت. تكون فترة الإعداد تقريبا 21 يوم 20 يوم. فكان كل منتخب يلعب له 3 إلى 4 مباريات يلعب الصفين. اليوم فترة الإعداد يمكن كانت أقل من 10 أيام. فصعب أن كل منتخب يلعب له 3 مباريات. هذه وايد أثرت وظروفها. وصلنا للختام. شكرا مبارك على تواجدك اليوم في الحلقة وقواك الله، وإن شاء الله نشوفك دائما. الله يدوّيك. محمد أهل مكان طبعا، أنت ويا كابتن سمير وكابتن سليمان إن شاء الله تكونون دائما متواجدين ويانا في حلقاتنا القادمة من خلال برنامج المونديال. أيام قليلة وتفصلنا عن هذا المونديال للأمانة، 3 أسابيع جميلة جدا. باكر إن شاء الله راح نكون وياكم، راح نتكلم أكثر عن حظوظ المنتخبات، راح نتكلم يعني أنا بس هذه من القلب راح توصل، راح نتكلم عن المنتخب البرازيلي. هذا المنتخب أتوقع بوجهة نظري بأن الأكثر عشاق في جميع العناصر نسائية ورجالية أطفال وكبار، المنتخب البرازيلي يخرج من كأس العالم إن شاء الله بحلقة باكر. مع السلامة.